أحييكم من تونس مشاهدينا الكرام. مساء لتخليص أثار موجة الثلوج والأمطار على السكان في منطقة الشمال الغربي التونسي وفك عزلتهم مع توفير ما يلزم من المواد الأساسية. الفلاحون في تونس يسترجعون الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي بعد نزول الأمطار ويطالبون بتوفير مادة الأمونيتر لتفادي مزيد من الخسائر. انطلاق تظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثامنة بمنرجة 40 عرضا موسيقيا من 18 بلدا عربيا وافريقيا واوروبيا. السلام عليكم. تتواصل موجة البرد التي تجتاح بالخصوص مناطق الشمال الغربي التونسي منذ يوم الخميس الماضي مصحوبة بكميات من الأمطار والتساقطات الثلجية التي غطت عديد الأماكن سيما بالمرتفعات. وسعيا لمجابهة هذه التقلبات الجوية وضعت وحدات التجهيز الجهوية في هذه المناطق في حالة تأهب قصوى لحالات الطوارئ كالتدخل لإزالة الثلوج وفتح الطرقات باستخدام المسيحات مثل ما هو الشأن في ولاية جندوبة. حركية هامة أضفاها تساقط الثلوج على مدينة عين دراهم التي شهدت بالمناسبة توافد عدد من الزوار رغم قرار منع التنقل إلى المدينة لينعم البعض بهذا البياض الذي طال انتظاره. قاعدين كما تشوفوا يزولوا في مدينة عين دراهم وكذلك موضوع مطبية غال دماء والموجود عين سلطان، مرحبا بهم في أي وقت، ولكن هذا لا يمنع اتخاذ الحيطة والحذر. المشهد يختلف في أحواز المدينة والمناطق الريفية، مساكن بدائية أثقلتها الثلوج وأنهك الفقر أصحابها ليشكل هذا الزائر الأبيض هاجسا لدى السكان بالنظر لظروفهم الاجتماعية الصعبة. صبر من عند الله، الحمد لله هاكم جيتوا وشفتوا الدارها لاية ناح الدور الشحوح، الماء والزو دبوس القاس، نمدهم ونقعد من ربي شد القانون شد القانون هاكهو. عند رام الأحواز تعب برشا، فما مسالك معناتها ما يوصلش لها الجرادريات، ما يوصلش التراكسرات كما ساحة الرماية هذه، كما ناس قاعدة تعاني من البرد باش يجيب دبوزة غاز ما يمشي 3-4 كيلومتر باش ينجم يهز دبوزة غاز، معناتها نقص شوية في الغاز. بالنسبة للحطب توصل فيها معناتها ثلج، ناس ما عندهاش باش توصل تاكل في معناتها لقمة عيش. قرار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة منذ يومين بإغلاق الطرقات أمام زوار الجهة وجد انتقادات واسعة لدى عدد من المواطنين. وقت الحوم الشارع الرئيسي محلول، شارع بورقيبة محلول، الفرج الرحمن وما لازرتير جدي بيا لازرتير. دخلت بالنسبة جميع الوسائل والإمكانيات المادية متمثلة في وسائل إزالة الثلوج وكذلك الآلات الكاسحة من أجل إزالة الثلوج بالطرقات وخاصة الطريق الوطنية رقم 17. بالنسبة للطرقات الوطنية هذه يمكن المرور عبرها، تو حاليا قاعدين نخدموا فيها الطرقات المحلية لأجل الرجوع للسق العادي بالنسبة للحياة المدنية. بالنسبة لتوفير المواد الغذائية وقوارير الغاز الحمد لله أنه متوفر بالكمية كافية خاصة بمعتمدية عين دراهم. بالنسبة للمرضى زاد كيف كيف مقيمين حاليا اللي يقوموا بعملية تصفية الدم مقيمين حاليا بمستشفى طبرقة وكذلك دار الشباب. بالنسبة إلى مراكز الإيواء حاليا تم بعد المراقبة نتاعها متوفر بالعدد الكافي، لقدر الله الوضع يتطور. قد تواصل مساء اليوم تساقط الثلوج على المدينة في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لضمان انسيابية حركة التنقل على الطرقات المؤدية إليها. حركية أخرى صارت عندنا في الوتيل، شنو نطلب شوية سلاسة من طرف السلطة الجهوية لتسهيل مرور الحرفاء خاصة اللي عاملين حجز مسبق. منتظروا في الموسم هذا الأسبوع متاع الثلوج باش البلاد تتحرك شوية، حركة اقتصادية، التجار، المطاعم، أصحاب النزل، الإقامات، تتنعوش الحركة الاقتصادية شوية. بين الفرحة بتساقط الثلوج والمخاوف من تداعياتها يعيش سكان مدينة عين دراهم على أمل ربيع قادم. أحسن الكريمي للتلفزة الوطنية التونسية عين دراهم. بعد طول الحباس استبشر الفلاحون بولاية باجة بكميات الأمطار التي تساقطت خلال اليومين الماضيين بمنطقة الشمال الغربي، داعين السلطة إلى ضرورة استغلالها جيدا من خلال توفير مادة الأمونيتر لإنقاذ الموسم الفلاحي.
شكل نزول الأمطار والثلوج خلال اليومين الأخيرين وبعد طول انتظار الحدث لدى الفلاحين بولاية الشمال الغربي على غرار ولاية باجة باعتبار أهميتها في تدارك الموسم الفلاحي الذي شهد بداية صعبة جراء انحباس الأمطار فترة طويلة، مما بات يهدد جميع الزراعات على غرار الزراعات الكبرى والأعلاف والأشجار المثمرة وغيرها. احنا في أمس الحاجة إلى الأمطار، وفي أمس الحاجة إلى أن تمتلئ السدود نتاعنا إن شاء الله، لأنه في وضعية الحقيقة وضعية صعبة. الخسارة حصلت للأسف الشديد، كي نحكوا على مستوى ولاية باجة كل الولاية، لأنه فما ضرر كبير ياسر في علاقة بالإنبات في جنوب الولاية ولا في علاقة بالتجدير، ولكن الخير خير من بلاش. تثمين هذه الكميات من الأمطار وحسن الاستعداد للفترة القادمة من خلال التزود بكميات الكافية من مادة الأمونيتر بالخصوص لإنقاذ موسم الزراعة الكبرى، تلك أهم القرارات التي يجب الإسراع باتخاذها حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري بباجة. الأمونيتر للأسف الشديد ما هوش متوفر بالكميات حتى قبل ما تصب الأمطار بالكميات المطلوبة، وإن شاء الله إن شاء الله السلطة تستمع مع أن بها حتى حاجة في غير الوقت هذايا، فضروري أن الكميات هذه توزع على الوطن الكل بما فيهم المناطق هذه كما مناطق كما باجة، وإن شاء الله نتدارك اللي فاتنا ونكونوا في مستوى اللحظة، لأنه هذا هو المهم. المهم هو التثمين، والتثمين يكون باللامونيتر، واللامونيتر يلزم يتعطى في وقته، كي يتعطى في وقته يلزم يتعطى بعد المطر مباشرة. عدد من الفلاحين بدورهم عبروا عن استبشارهم بموجة البرد الأخيرة وأثرها الطيب على القطاع الفلاحي عموما، مطالبين بتكاتف جهود جميع الأطراف المتداخلة لتوفير جميع المواد من أسمدة كيميائية وأدوية لتدارك البداية المتعثرة للموسم الفلاحي الحالي. مهمة ياسر في الوقت ذا، وقت حساس، كانت شوية جفاف وكذا، ربي يرحمنا. الحمد لله توا على السلطة باهية القمح، وباهي كذلك على تربية الماشية أو العلف وتنقص منه شوية، الحمد لله رب العالمين. توا سلطة الأشراف يلزم توفر لنا المونيتر. ندعو السلطة باش تدارك الموقف هذايا وتجيب لهم المونيتر، ويلزمهم يكملوا عملية المداوات في أحسن ظروف، خاطر الأعشاب الضارة على الأقل إنقاذ ما تبقى من الموسم. تنجم تقول باجة الجنوبية مجاز صعيب شوية كان رجعت، أما على الأقل المناطق اللي منعت باجة الشمالية كما بنزرت كما يوفروا لنا المونيتر ويعاونونا، خلينا نحاولوا ننجحوا الموسم فيما تبقى. كميات هامة من الأمطار والثلوج بمناطق مختلفة بالشمال الغربي من شأنها أن تساعد على امتلاء السدود وتوفير المرعى للمواشي وإنقاذ موسم الزراعة الكبرى، شرط توفر جل مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب. انطلقت صباح السبت بالحديقة اليابانية بتونس العاصمة تظاهرة فرصة ستريت التي ترمي إلى تكوين وتأطير الشباب ومرافقته للاندماج في سوق الشغل بما يساهم في مقاومة الهجرة غير النظامية. مجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية تمر حسب منظمي تظاهرة فرصة ستريت عبر توفير مجال للشباب يستجيب لتطلعاتهم الدراسية والمهنية، لذلك تعرف هذه التظاهرة بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركاؤها لفائدة طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال. دورنا اليوم كمؤسسات متاع الدولة أنه نوفر للشباب جميع الفرص حتى أنه يتمكن من التكوين في كفاءات مطلوبة في سوق الشغل. نحن دورنا أن نوفره له، أن نخلصها أنه هو يعملها بالمجان، ثم كذلك أن نوفر له منحة وقت اللي هو يعمل في التكوين هذاك متاعه، وقتها هو حر يختار وين يخدم في أي مكان في العالم، لأنه بالخبرة متاعه المؤسسات اللي حاشها بالاختصاص متاعه هي باش تبعث له الكونترا دو ترافاي. دور الشباب راه عندها دور مهم ومهم جدا عليه، على خاطر الشاب توا في تونس اللي يحب يعمل مشروع ما يعرفش كيف يعمل مشروع، ما يعرفش شنو هو المراحل اللي يمر بها، ما عندوش عبد يأثروا. نحن نوفروا له المسائل هذه الكل، قاعدين نبدلوا في النصوص القانونية لاعتبار دار الشباب هي الإطار الاقتصادي للشاب. المرشح للهجرة غير النظامية غالبا ما يكون يفتقد للمعلومات الدقيقة. احنا في المنظمة بطبيعة الحال نشتغل على توفير البدائل للهجرة الغير النظامية، وأيضا نعمل على تشجيع الهجرة لما تكون بطرق نظامية. التظاهرة تضمنت مشاركة وزارة التربية بتقديم مدرسة الفرصة الثانية التي تهدف إلى إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المؤسسات التربوية أو في مؤسسات التكوين المهني. أنا كنت 6 أيام خرجت معناها في 7، تو عمري 17 سنة، توجهت الفرصة الثانية
يوجهوك يوريوك شنو الغلط شنو الصحيح يفهموك ينصحوك على كدا يقعدوا معاك لماكسيمو انك انت تفهم. 14 سنه مازلت صغيره حطوني توا في انطار في انطلق معاهم حتى لسبتمبر بعد نمشي كوليج تكنيك حطيك شي للنوفيم بعد انا نختار معناتها نكمل تكوين والا نرجع نقرا على روحي. الفرصه الثانيه هذه اليوم عندها عام اللي بدات تخدم فما 750 تلميذ انخرطوا فيها فيهم تقريبا 200 اللي عاودوا معناها نجموا يعاودوا يرجعوا للمنظومه العاديه للدراسه ورجعوا للمدارس العاديه. كما أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل عن انطلاق تنفيذ مشروع مبادرون لهذه السنة باعتمادات قدرها 56 مليون دينار والذي يستهدف المشاريع الفردية من خلال إسناد منح استثمار تصل إلى 50% من كلفة المشروع وفي حدود 15 ألف دينار لكل مشروع. في الشأن الثقافي الآن حيث انطلقت فعالية أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثامنة التي تنتظم بمشاركة 18 بلدا من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء وستتواصل إلى غاية 28 من جانفي بمرمجة 40 عرضا موسيقيا منهم 29 عرضا تونسيا. راو في برشا شباب راو في برشا انواع موسيقيه وذلك كيفاش لازم تكون ايام قرطاج الموسيقيه لازم تجمع كل الانماط موسيقى البديله ميوزيك الترناتيف اللي تجمع من بين الايقاعات التونسيه والكلمات التونسيه والروح التونسيه والموسيقى الروك اولا طرح القضايا ما احنا عن لخاطر الموسيقى الشعبيه مش ديما تطرح قضايا الموسيقى البديله معروفه بكلمتها الملتزمه بكلمتها الهادفه موسيقتها اللي فيها بحث هذيك هي الموسيقى البديله اللي تطلع تعمل طرح اخر للفن في المجال الموسيقى. الموسيقى ايضا حيث استمتع الجمهور امس بالعرض الموسيقي بصفاقس المسك الفواح سهره جمعت بين طبوع مختلفه تونسيه اندلسيه مغاربيه وموشحات وايقاعات اطربت الحاضرين. المسك الفواح عرض دغدغت به فرقة الأصيل للموسيقى العربية مساحة كبيرة من الذاكرة الموسيقية في مالوفها وطبوعها. عرض هو بمثابة تلك الوقفة الفنية لضخ دماء الخلود في هذا النمط الموسيقي العميق تاريخيا والممتد مغاربيا. أنماط موسيقية من عيوث التراث الموسيقي التونسي ذو الجذور الأندلسية ونعني به المالوف عدة موشحات وأزجال في إيقاعات النوبة التونسية مع طبوع مختلفة متناغمة. النادي الأصيل عمره أكثر من 40 عام يناضل لأنه نمشي قاعدين نعوم ضد التيار معناها صعيب النوعية هذه من الفن أما إذا كان ما نقوموش بالدور هذايا هذا الموروث معناها نخاف عليه من التلاشي معناها أكيد أنه دورنا كبير وصعيب. ما عودنا نادي الأصيل أكيد معناها العرض كان على مستوى كبير موسيقيا وأكيد الأغنية التونسية والطبوع التونسية كانت حاضرة واستمتعنا برشا بالعرض اللي كان في المستوى المرجو وفي المستوى المطلوب. ديما يقعد نادي عنده قيمته قيمة فنية ثابتة. كيف تفاش يعني في اختياراته غنائية في توجهه نحو الملوف؟ ديما يخدموا فندوات ديما يخدموا موسيقى صحيحة ملوف فندوات توانسة ونتمنى للشباب الكل يحضر الحفلات كيما هكا الحقيقة أنا ما رأتيش الحقيقة حفلات الملوف الكل اللي يجيو في صفاقس الكل نحضرهم والحفلة هذه بالذات مزيانة على الأخر وخدمة نظيفة بالباهي بالباهي يعطيهم الصحة.
المسك الفواح عطر ركح المسرح البلدي بصفاقس في أول عروض فرقة الأصيل للموسيقى العربية لهذا الموسم، ويضرب موعدا آخر لعشاق الملوف في 18 من فبراير المقبل بالعاصمة. وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية يتواصل القتال ضاريا بين الجانبين على عدة جبهات. أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مقاطعة زاباروجيا أن الجيش الروسي دمر خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني وتوغل لمسافة 7 كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. إلى ذلك استهدف القصف عدة مناطق في شمال مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. في المقابل قالت كييف إن قواتها تمكنت من صد محاولات التقدم للجيش الروسي في محاور عدة على مشارف مدينة باخموت، مجددة طلبها المساعدة العسكرية من الدول الغربية التي لا يزال الخلاف مهيمنا على قراراتها بشأن تقديم هذه الإعانة لأوكرانيا من عدمه. في فرنسا أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في عموم البلاد ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد أنه تجاوز عتبة 1,000,000. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. مساء لتقليص أثار موجة الثلوج والأمطار على السكان في مناطق الشمال الغربي التونسي وفك عزلتهم مع توفير ما يلزم من المواد الأساسية. الفلاحون في تونس يسترجعون الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي بعد نزول الأمطار، ويطالبون بتوفير مادة الأمونيت لتفادي مزيد من الخسائر. انطلاق تظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثامنة ببرمجة 40 عرضا موسيقيا من 18 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.